أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن إجينا سؤال، إذا عندنا نحن وصفة لعلاج النحافة لزيادة الوزن. نحن منقول في عندنا عدة وصفات، رح نبلش نحن بأول وصفة على بركة الله. هايدي الوصفة، الشخص اللي بيكون معه النحافة لازم ياكلها عند الفطور، ولازم ياكلها كمان عند المساء قبل النوم. نبلش فيها على بركة الله، هذه راح تعطيه القوة والطاقة وراح تزيد الوزن عنده. منا إلى 200 مليليتر حليب، حطهم هون على بركة الله. بهدول نحط لهم الحليب قطعة زبدة كبيرة مثل هيدي، مندوبها فيهم بالحليب. نحن ذوبنا، بنحط اسا فوقون زيت زيتون، شايفين؟ نخلط الزبدة مع زيت الزيتون، لأن يعني نعطيهم هدول المكونات قوية 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 قوية. اسا عندنا هون إلهم الكركم، الكركم كمان شي رهيب، يعني بيعطي لجسم الإنسان هيدا علاج الأيوفيدرا، بيقتل كل الميكروبات وبيقوي المناعة. وهيدا بنحط له فلفل أسود حتى تطلع كل المكونات منه، المكون الكركمين بدنا إياه، حطيناهم فوقهم شوي بنخلطهم. بس نحن عندنا هون سميد ناعم، سميد ناعم، نحط 3 معالق سميد، ملعقة، 2، 3 معالق سميد، بنخلطهم. بنخلط فيهم، نحط لي صوره جامدين، يعني كمان هاي الاكل كتير 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 نكهتها كتير طيبة. لازم تحركوها دائما احسن ما تلزق بالطنجرة وتحترق، تحركوها منيح. شايفين كيف عم تصير جامدة؟ صارت جامدة، خليها منيح حتى تصير جامدة، هاي هيك مثل هيك. يعني بتحطوا على 200 مليليتر حليب 3 معالق كبار سميد، بصير عندكم هالمكون هيدا، هيك المكون السائل هيك. شايفين كيف صارت؟ نص النار تحت اسا، نحن بنحط فوقها شوية قرفة، قرفة معها، بنحركها كمان منيح على بركة الله. فنحن حنحطها هون بالصحن، شايفين المنظر هيدا ما أجمله. بس نحن رح نحط فوقها سكر ناعم، سكر ناعم، نرشو هون فوقها ملعقة سكر، ونحط فوقها اسا العسل. عسل عندنا هون، عسل فوقها، نحن عندنا هون مكسرات مشكلة، شايفين؟ نحط فوقها شوية مكسرات مشكلة. هلي انتو عندكم يا فستو او كاجو او لوز او فستو السوداني، شايفين كيف صارت؟ شوية قرفة فوقها. وهيدي هي اول شي هاللي رح تعالج النحافة. اول شي بجيكم عليها من قريب، من منظر حلو، شايفين؟ يعني هل بيكون معه النحافة او ما فيش معه النحافة، فيه هيدي ياكل منها كل المكونات الجيدة المنيحة لجسم الانسان موجودين فيها. اعملوها، بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة.
ادعمونا وما تبخلوا علينا بالمشاركة. بارك الله بكم، الله معكم، مع السلامة.